Hi, my name is Omar. هي فكرتها ان الاصم بيلبسها ولما حد بيجي يتكلم معاه هو بيضغط على زرار كده هنا وتبدا تترجم صوت الناس للغه اشاره بتظهر له على سكرين كده قدام العين. بس في نفس الوقت رغم ان السكرين دي قريبه جدا من العين ان هو بيشوف الصوره دي اكنها على بعد فوق ال 50 سنتي من العين بحيث ان هي ما تاثرش على النظر بتتعرض قدام تقنيه الاوجمانتد فياليتي. تاني حاجه ان هو لو بيعمل اشاره النضاره عن طريق سنسورز بتقدر تترجم الاشارات دي لصوت بيطلع من سماعات في النضاره، بالتالي الشخص السليم هيفهم الاصم. لو عايز يقرا حاجه فبيضغط على باش بوتن تالت، الباش بوتن ده بيبدا ان هو يخلي السنسورز تشوف الكتابه وتترجمها لغه اشاره قدام. ايه رايك في النضاره؟ جميلة جدا وانا مبسوط بيها جدا لان انا شايف ان النضارة هتقدر تساعدنا وتخلينا نتواصل بيننا وبين ناس كتير.